مرحبا. انت؟ ما بيصير اجي يعني؟ حكيت هيك لاني تحمست. انا ما نفسد انك هون. تفضل فوت، فوت لجوا. بصراحة لك عندي زيارة ولازم ردها، لهيك اجيت اليوم. ايه منيح، طولت كتير لحتى رديتها، لازم دفعك غرامة. وانا كنت عم فكر صار لي زمان ما شفت اما لبراتشي، لهيك اجيت اليوم. هي بتشوفيها نزلت على السوق شوي وبتجي. لك ليش واقفين برا؟ تفضلوا. ايه. تفضلوا ارتاحوا. انا رح اعمل لكم شاي. لا ساريتا، لا تعذبي حالك. ما في عذاب ابدا، انا بحب اعمل شاي. هلا بتذوقه وبيعجبك. يلا ارتاحوا، ما بطول. يلا. بدك تقولي شيء؟ شكرا، قصدي عم بتشكرك لانك صدقت يلي قلت لك يا. وبعدين معك، ما في داعي لهالزعل. خلص كوني مبسوطه. شوفي ريا، تعلمي منها، ما بتاكل هم شيء بالعالم كلياته، صح؟ خلصنا، يلا اضحكي بس شوي. معلم عندي كم شغله رح مشيهم على التليفون، رح ارجع لبين ما تكون خلصت. ماشي؟ ايه روح، ما في داعي تقلي. ماشي، بشوفكم. بعرف انه هي كانت حجه، انت بس بدك تكون مع ريا. حتى انا يا رامبير مو جاي على بالي يكون مع حدا، وهالشي عم يجنني. بابا انت بشو عم بتفكر؟ عم فكر اذا ساريتا رح تجيب فافيدا مع الشاي. فافدا. 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 عفوا بابا، بس ديمبي عم بدق لي، رح رد. ماشي, ماشي. ايش واد يا، تعالي معي امشي. بدي اقول للكل انك حرامية. ليش؟ شو ليش؟ وين ساعتي؟ ليك معي ورجيني. خلصينا، لك افرديها شوي يعني. هلا الحرامية مبسوطين بالمصاري اللي سرقوه، ليش زعلانة انت؟ روقي خلص. ماشي. ريا كتير محظوظة لانه عندها اب حنون مثلك. شو دخل الحظ؟ كل الابهات مثل بعض، كلياتنا منتصرف هيك. شو بده يعرفني؟ يعني أنا ما عندي أب،